هذا البرنامج برعاية بريزيدون. عسلامة، مرحبا بكم في شارع السينما، البرنامج اليومي اللي كل يوم بتشوفوه 7:30 على قناة تونس 7، واللي باش يواكب أحداث وأيام قرطاج السينمائية في دورته 23 اللي بدات عندها ساعة تقريبا في المسرح البلدي. وهنا نختفوا في الضيوف نتاعنا واحد واحد، نجيبوا فيهم المسرح وهما يجريوا، واللي مازال مش حاضر واللي قلنا ليه واللي حصلوا هنا في الخوذة نتاع المهرجان. انا ريم السعيدي، وغدا بتشوفوا زميلي وديع بالرحومه، نهار بنهار باش نعملوا التنشيط نتاع المهرجان، وباش نتابعوا الافلام، باش نتابعوا المخرجين، وباش نحكيوا على السينما وعلى الافلام في العالم العربي والعالم الافريقي. دونك اقعدوا معنا كل يوم 7:30 على تونس 7. الأيامات هذه الكل سمعت وشفت في الجرائد في الراديو في التلفزة تفاصيل الدورة 23 لأيام قرطاج السينمائية، وعرفت المديرة متاعهم دورة بوشوشة وعرفت البرمجة متاعها. أما احنا في شارع السينما حبينا نستقبلوا شخص مش معروف برشا من الجمهور العريض، أما هو المسؤول الأول على اختيار الأفلام وعلى البرمجة، وهو المفوض العام لأيام قرطاج السينمائية، وهو طارق بن شعبان. نستقبل مع بعضنا سي طارق بن شعبان. عسلامة طارق. طارق، باختصار شنو هو يميز الدورة 23 لأيام قرطاج السينمائية؟ الدورة هذه يميزها أولا معناتها اللي هو بجانب معناتها الأقسام الرسمية للمهرجان نعرفوها، هي مثلا المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة الروائية. السنة أضفنا زوز مسابقات هامين ياسر، هما مسابقة الأفلام الطويلة الوثائقية ولا التسجيلية كما مثلا، والمسابقة الوطنية للأفلام القصيرة. بالنسبة لأيام أهم أفلام يلزمها تتشاف هي الأفلام الوثائقية. أنا هو بعد كانت تسألني أنا شخصيا معناتها أنا معناتها قلبي غادي معناتها نجم نقول لك معناتها، على خاطر السينما الوثائقية أصبحت فيها أكثر روائية. معناتها الأفلام الوثائقية إحنا معناتها إحنا وقع الاختيار عليها في المهرجان سناب تاع في البرنامج، هي أفلام وثائقية تمتاز بالصبغة اللي فيها بناء درامي والسردي مهم ياسر، وفيها بعد في الإخراج مهم ياسر. ما تسميش أفلام وثائقية إعلامية والإخبارية، هي أفلام وثائقية فيها جمالية كبيرة، فيها جمالية كبيرة برشا، وتتجسد فيها نظرة للعالم ونظرة للأشياء ونظرة للواقع مهمة ياسر وجميلة جدا. طارق، قداش من شهر قعدت تحضر في المهرجان؟ الحقيقة أنا شخصيا بدي نشوف الأفلام من شهر مي. وقدام من واحد يخدم فريق المهرجان قداش فيه من احنا بدينا من الأول بفريق معناتها شوية هكا ضيق معناتها، ومن بعد بشوية شوية بدات توسع تبارك الله. من الأول بدينا بالفريق معناتها بتاع 2008 معناتها، فما معناتها عندنا الخدمة معناتها نعرف شكون لهي بشنو من 2008. دونك كملتوا الخدمه نتاعكم من 2008؟ اي كملنا الخدمه، ما فما حاجات معناتها فما بعض التوجهات معناتها زادت توضحت اكثر. احنا تبعناكم شويه في الخدمه نتاعكم الايامات الاخرى، واكتشفنا العباد اللي تخدم التالي
وانا اللي معناتها الحاجه اللي عجبتني ياسر اللي فما برشا عباد صغار نعرفهم معناتها ولقيتهم في الكوميتي نتاع المهرجان وعباد عمركم ما تسمعوا بهم عمركم ما تشوفوهم اما هاكم تشوفوهم معنا توا خاطر كاميرا شارع السينما تبعتهم. المناسقه العامه ما بين الاقسام الكل نتاع المهرجان نعدي المعلومات الكل ما بين كل قسم. البروديوسرز نتورك شنو في كارتاج؟ هو يومين نهار 27 ونهار 28 في اليومين هذوما باش نعملوا لقاءات بين السينمائيين والمنتجين. انا ليا بحج تذاكر الطائره وتنسيق وتنظيم وصول الضيوف. جائزه الجمهور هي جائزه جديده زادت السنه في ايام قناه السينمائيه نتاع 2010 هي تتمثل في تانيث ذهبي يعطيه الجمهور احسن فيلم يعجبه. اللي هي بالاقامه والنقل نتاع الضيوف اللي جايين للجي سي سي. مهمه مكتب الاعلام تتمثل في اعداد اللقاء الاعلامي ثم متابعه العمل الصحفي اليومي من خلال الالتقاء بزملاء الصحفيين كذلك تنظيم بعض الافلام او حصص الافلام الخاصه بالاعلاميين كذلك. أخذت وزارة الثقافة على عاتقها منذ سنة 2008 مهمة صيانة قاعات السينما بمناسبة انعقاد مهرجان أيام قرطاج السينمائية. ما عنيش هالتقنين هذوما نظرا لكون العدد القاعات نتاعنا صغير ما فماش استثمار كبير برشا في المجال السينمائي ما عنيش ما يسمى بالمركبات السينمائية الكبيرة. أنا نقول اللي سنة دخلنا للحضارة في قاعات السينما. إيش معناتها دخلنا؟ دخلنا من الشباك خاطر الشباك هو أول شيء تقابل فيه القاعة مش القاعة القاعة تجي من بعد. وقد حددت وزارة الثقافة مواصفات تقنية لتشريك أي قاعة سينما في هذا المهرجان. اتصلت بالوزارة علمتهم قلت لهم راهو ما كلمني حد ومش معقول معناتها قاعة سينما مهيئة آخر تقنيات وما نشاركش في الجي سي سي. قاعات اللي باش يعرضوا فيهم جي سي سي اللي رشحتهم الوزارة باش يعرضوا فيها الأفلام تاع جي سي سي تمت صيانتها من طرف فنيين أجانب والقاعات الأخرين ما همش مطابقين فهمتني المواصفات اللي طلبتهم الوزارة. أنت بدك تحكي لي قبيلة على الفريق تاع المهرجان، الفريق تاع المهرجان كارتاج هو فريق كنت نعملوا احنا كما في شوية في كرة القدم يقول لك الفريق احنا معدل الاعمار يمكن 29 سنه ولا بالحق 29 24 سنه معناتها هذه هي معناتها نقول لك الميزه نتاع كارتاج واللي احنا باقي الحركه نتاع معناتها حب السينما وكل باقي احنا نقولوا باقي موجوده في كارتاج معناتها هذه يظهر لي باش واحد ينجم يلقى حل لازم الحل يكون من جهه الانتظارات تاع الشباب. شنو هي الانتظارات نتاع الشباب بالنسبه للمهرجان؟ الانتظارات نتاع الشباب بالنسبه للمهرجان انا يظهر لي احنا توا معناتها مش احنا ما نجموش ولا حاجه، احنا نجموا معناتها تونس عملت 1000 حاجه 1000 تظاهره معناتها ثقافيه ورياضيه معناتها اللي ولات اكزامبل من بعد في العالم العربي والافريقي. الخاصيه نتاعنا نتاع المهرجان لازم نحافظوا عليها. الخاصيه نتاع المهرجان هو مهرجان بحث، هو مهرجان افكار، هو مهرجان نقاش، هو مهرجان سينما جديده. يظهر لي انا شخصيا هذا مش معناتها راي راهو نتاع راي طارق بن شعبان راي انا هو نجم احنا المهرجان نتاعنا يتحل على الاشكال السينمائيه نجم نقولوا الفتيه ما احنا الكلمه السينما ولا الفتيه الشابه يعني خاطر هو السينما في السبعينات السينما العربيه اللي تاع التغيير هي سينما سميت السينما الفتيه تو فما سينما الفتيه جديده هي السينما نتاع لي فيديست نتاع الفن فيديو الفنون الفيديو نتاع الافلام القصيره راح نجموا كارتاج باش نقعدوا عندنا الخاصيه نتاعنا نحلوا منفذ للتعبير للشباب في الوطن العربي وفي افريقيا اللي يعبر بالوسائل هذوما. انا باش نوريك دوكيومون تاريخي سجل عام 66 في اول دوره نتاع ايام قرطاج السينمائيه شوف فيها المخرج السنغالي سام بن عثمان مخرج لانواغ دو كيفاش يتكلم على السينما في افريقيا وشنو هي دور السينما السينمائي في افريقيا معناتها تقول مازال يحكي على 2010 تفرجوا مع بعض الفنان الافريقي
مطالب في كل مرة تسديد لكمات أن يشاكس، ولكن ليست المشاكسة سلبية، ليست المشاكسة من أجل المساكنة، ولكن في الفكر وفي النظر وفي التصرف اليومي. نحن نشعر بالتعنيف في الطريق عندما نلاحظ كل الشوارع الإفريقية، وحتى في تونس عندما نلاحظ أن هناك شيخا محترما يبلغ من العمر 70 سنة مرفوقا بحفيده ويضطر إلى التسول، فأنت تتساءل ماذا فعلت بحياتك؟ شيخ 70 سنة لا يمكن أن يتسول عندما تدفع إلى الشارع في الليل، وكانت له أم وكان له أب ولهم نفس الأحاسيس والمشاعر مثل أي أب وأي أم في أي مكان آخر، فأنت تشعر بالإهانة على القارة الإفريقية. وبصفتي فنان فسأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عنه. طارق، حسب سان بن عثمان عام 66 اللي هو من أكبر المخرجين الأفارقة يعني واللي معروف في العالم الكل وخذ جوائز في المهرجانات العالمية الكل، لغول مع تدور السينمائي أنه هو يكون عين المجتمع وأنه هو يحمل مشاكل المجتمع. عام 2010 معناتها هذا مازال الدور متاع السينمائي وإلا تبدل؟ بالنسبة لي أنا مثلا الكلام يقالوا سان بن هو اسمه يحطه في إطار تاريخي، هو في إطار تاريخي متاع السينما الأفريقية، مثلا البلاد الأفريقية خارجة كلها من الاستعمار وكلها تحب تكون ذاتيتها ولقات روحها تواجه في مصاعب اجتماعية كبيرة. السينما وقتها ما نجمش يتلهى ولا يطرح تساؤلات اللي هو يطرح فيها اليوم. يعني يظهر لي اليوم حتى مش لازم يكون سينما يتعدى على الواقع، أما نجم في يقعد متى قريب من الواقع اللي يعيش فيه، متى عنده نظرة للواقع، عنده نظرة ثقبة على الواقع. أما أنا يظهر لي اللي المهم متى برشا في السينما هو توا هو الخروج عن النمطية، الخروج عن النمطية الجمالية والخروج عن النمطية بتاع المواضيع. يظهر لي هذا هو، والبحث عن صورة أصلة، صورة أصلة في متى تولي فما صورة عربية كنا فما صورة إفريقية. طارق، نعرفك مزروب، أنت تاو باش تمشي للافتتاح نتاع المهرجان، باش تلبس كسوتك في الثنية وأنت تجري للمسرح البلدي، ما نزيدش شدك، كان تحب ترجع تعرف لدريسة. مرحبا بكم مرة أخرى في شارع السينما، تاو باش نحكيو على فيلم آخر ديسمبر، أول فيلم تونسي يتعرض في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية، ونستقبل مع بعضنا معز كمون مخرج الفيلم وهند الفاهم الممثلة نتاع آخر ديسمبر. مرحبا بكم، على السلامة. السلامة. معز، الفيلم خرج في القاعات وقلت لي عمل 10,000 متفرج الأسبوع الأولاني، عمل 10,000 كما تعرفوا، تعدينا في 3 قاعات، قاعة أميلكار والأفريكا، يعني خرج في تونس العاصمة فقط. فوالا معناها تو مثلا عملنا 6 أسابيع تو، بعد ذيك بعد المهرجان بعد الجي سي سي باش نتعداو داخل الجمهورية نعملوا سوسة وبعد كده نعملوا دونك سياقس. عاونتك سيليكسيون بتاع الفيلم في ال اي لا بطبيعة الحال، باسكو كيف تعرف بعد كده سيخت ان سيغتان طون لي جي سي سي يعاودوا يحيوا الفيلم، معناها تعاود التلفزة تحكي، تعاود معناها لي راديو يحكيوا كيف البرنامج هذا، كيف كل شيء معناها يعاود تعطي حياة أخرى للفيلم. ولا صحيح تعطي حياة أخرى للفيلم. قبل ما نحكيوا بالتفصيل على الفيلم، نتعداو باش نشوفوا اكستريم الفيلم هذايا آخر ديسمبر لمعز كمون. سلام. 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 سعيد ويحبك تلبسها قبل ما تدخل على مرته. شكون قال لك الإنسان تحب تخرج تعمل دورة؟ نحب نحط لك في علمك يا سيد اللي ما عندناش بنات تحب تحوز. رايكم تنجم تخطف الحكايه؟ علاش ليه؟ وهكاك نخرج من الروتين، باش نعديو حياتنا كامله نعاودو في نفس الحكايه. بالطبيعه القرار الاخير عندك انت يا مظهر لي، قاعدين ضيعوا في وقتنا الناس الكل. اسمعينا هكا ولا هكا معش قاعده. ما كنتش نتخيل اللي بلاد بلادي عندهم اكسبيريونس لهالدرجه. يزي مش وقته. في روحي تعبه شويه. ما تحبش تمشي ترقد؟ يا بنتي توا وقت شعر مش وقت نوم، وما تمهمشنيش خليني مركز عايشك. عايشة؟
في خدمتك الشخصية عايشة المتمردة على الواقع متاعها المتمردة على الريف اللي هي كي نشوفوها نقولوا بنت مدينة معناتها مش بنت ريف ما فما حتى كليشيه معناتها اللي يشوفوا فيه في المسلسلات وفي الأفلام تاعنا على بنت الريف وعلى أهالي الريف وعلى الريف بيدو معناتها القسوة واللهجة كيفاش خدمت الشخصية شخصية عايشة بعيدة على الكليشيهات هي شخصية عايشة معناتها ما نعرفش كان عندك فكرة على بنات الريف توا ما عادش ريفيات كما تصورهم انت يقراوا ويتحركوا ويمشيوا ويخدموا كل شيء معناتها ما عادش فما كل العقلية هذيك واحنا مانيش نعالجوا في معناتها في مشكل ما ولا قاعدين ولا فيلم وثائقي ولا حاجة باش نحكيوا على اللهجة بالعكس هي فكرة حالة إنسانية حالة يعني. إنسانية بيرسوناج معناتها جسدتناه كما شفتوا كما فسر لي معز كيف زيد انا باش نقول حاجه ما عادش كان تعرف جين اوستن قالوا له علاش ديما تعمل ديما الكتب بتاعها على القرى قالت ان القريه هي العالم معناها المشاكل اللي معناها الشخصيات اللي شفناهم في القريه مش مقابلوهم في اي مكان اخر معناها جوست بدلوه معناها القريه بالاخص كيف قالت هي القريه تبدلت ولا هو عندهم الشخصيه طبعا اللي عايشين هذيك ولا هو عندهم طموحات دونك شيء يتبدل يصير نورمال ثم مشاكل كيف واحد عنده طموحات دونك مشاكل اكثر تو باش نحكي معك على الصوره اللي سينيي سفيان الفاني ونحب نهنيه يعني خاطر قاعد يعمل في خدمه حلوه برشا مش كان في اخر ديسمبر كهو في برشا افلام في افلام قصيره وافلام طويله اخرى صوره حلوه برشا ومره اخرى ماهيش كارت بوستال يعني كيما في الشخصيات ما همش كليشي الصوره بالرغم انها جميله جدا جدا يعني تصويرها حلوه برشا ماهيش كارت بوستال وما فيهاش الاكزوتيزم وما في هي الصوره معناها خدمنا بها باش تمشي للقصه معناها الصوره خدمه الفيلم وهذاك علاش صورناه في الوقت هذاك معناها صورناه في الشتاء باش ما تقعش الصوره تاع الكارت بوستال ما ثماش شمس ما ثماش كذا ما ثماش كذا دونك معناها اختيار باش تقعدوا اقرب ما يمكن من الفيلم وما نبعدوش كيف قلت انت للكارت ماكش تبيع لنا في حاجه معناتها لا بدك تشوف لان ان شاء الله اخر ديسمبر يعجب جمهور المهرجان وان شاء الله ياخذ جائزه وان شاء الله يخرج في المدن التونسيه الاخرى الكل وان شاء الله يسافر برشا ويتحصل على برشا جوائز مرحبا بكم مرة أخرى في شارع السينما اللي حضرنا فيها برشا فقرات متنوعة تكتشفوها طيلة المهرجان من الفقرات هذه ضيف ورائي وكل مرة نستقبل ناقد عربي ولا إفريقي يحكينا على فيلم الأفلام المهرجان والليلة إقبال زليلة الناقد التونسي باش يحكينا على فيلم أنوم كيكري لمحمد صالح هارون الفيلم التشادي المهم جدا نسمعوا إقبال زليلة الفيلم اللي باش تشوفوه اليوم في سارة الافتتاح هو فيلم لوم كيكري الرجل الذي يصرخ لمحمد صالح هارون هو الشريط الروائي الرابع لمحمد صالح هارون الذي عرف بباي باي أفريكا وأبونا ودارات اللي تحصل على جائزة في أيام قرطاج السينمائية محمد صالح هارون عنده هاجس هو التاريخ السياسي لتشاد البلاد اللي نشأ فيها بعد قبل ما يهاجر لفرنسا في الشريط من خلال لوم كيكري يحاول محمد صالح هارون تناول قضية العولمة الاقتصادية والحرب وقضيتي الأبوة والبنوة من خلال حبكة درامية محكمة بالنسبة للناس اللي مش باش نجموا يتفرجوا على الشريط في حفل الافتتاح ثم عرض آخر معنا مبرمج يوم الأحد إن شاء الله جي سي سي ماراثون فيه 300 فيلم دونك مستحيل انكم انسان باش يتبع الجي سي سي ويتفرج في الافلام الكل هذاك علاش شارع السينما هزت قفه اختارت احسن ما فما في المهرجان وكل يوم نقول لكم في شنو يزوكم تمشوا تتفرجوا دونك اليوم وغدوه هاو البرمجه نتاعنا الليله على الساعه 9 قاعة المسرح البلدي فيلم الافتتاح رجل يصرخ محمد صالح هارون التشاد غدا على الساعة 11 قاعة الفن الرابع من قرطاج إلى قرطاج خالد البرساوي وتحيا سينما مختار العجيمي تونس قاعة أفريكاغ الأرض المجهولة غسان سلهب لبنان الساعة 3 قاعة الفن الرابع حرب جبهة التحرير السرية بفرنسا قاعة الريو ليالي عربية إخراج جماعي 5:30 قاعة الفن الرابع دموع الهجرة على سانتياغو السنغال الساعة 6 قاعة الكوليزي
آخر ديسمبر، معز كمون، تونس. قاعة الريو، تمارا دروي، ستيفن فريرس، بريطانيا. قاعة لابيسي، الستار الأحمر، رجال عماري، تونس. الساعة 7:30، قاعة البرناس، والدي في سفرة عمل، أمير كوستوريكا، يوغوسلافيا. تو ما بقالي كمش نقولكم تصبحوا على خير، وخاصة اخرجوا من بابوشتكم، مشيو تفرجوا في الأفلام، القاعات تستنى فيكم، والأفلام حلوة برشا في أيام قرطاج السينمائية. وغدوة موعدكم 7:30 مع وديع بالرحومة في نفس التوقيت ونفس القناة، وتصبحوا على خير. كان هذا البرنامج برعاية بريزيدون.